أهلا بكم مشاهدين جريدة فيس بريس في هذه النشرة الإخبارية. توقيف بريطاني بمطار طنجة أوهم شخصين لتحويل مبالغ مالية إلى البيتكوين. التفاصيل مع يوسف خاي. أوقف أمن مطار ابن بطوطة بمدينة طنجة أول أمس مواطن بريطاني من أصول مغربية يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز والإيذاء العمدي والسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض. وأقدم المشتبه فيه على استدراج شخصين إلى إحدى الشقق بمطار طنجة بدعوى عملية تحويل مبالغ مالية وهمية من العملة الوطنية إلى العملة الرقمية قبل أن يقوم باحتجازهما بمساعدة أشخاص آخرين. وقد تم توقيف المشتبه فيه بمطار طنجة الدولي بعد تحديد هويته قبل مغادرته التراب الوطني، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تباشره عناصر الشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة. تدنيس المصحف الكريم. البرلمان العربي يدعو إلى ضرورة إصدار تشريع ملزم يجرم إصدار الأديان. التفاصيل مع مريم الحمداوي. دعا البرلمان العربي البرلمان الأوروبي إلى ضرورة إصدار تشريع ملزم يجرم إصدار الأديان والإساءة إلى المقدسات والمعتقدات الدينية، وذلك عقب قيام بعض المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في الدنمارك. وطلب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي في بيان بضرورة إصدار تشريعات دولية ملزمة تجرم هذه الأفعال المشينة التي تهدد السلام والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات المختلفة. وأكد أن تكرار هذا الفعل الإجرامي المشين في أكثر من دولة أوروبية يمثل إصراراً على نشر الكراهية الدينية، مندداً بسلوك السلطات الرسمية في تلك الدول التي شهدت هذه الأفعال الإجرامية تحت علمها وحمايتها. وأضاف أنه في الوقت الذي تتشدق فيه الدول الأوروبية باحترام حقوق الإنسان فإنها تنتهك أبسط تلك المبادئ، وهي احترام حرية المعتقد والدين وعدم الإساءة إليه تحت أي مبرر. من فرنسا قتيلان ومصاب في حادث إطلاق النار. التفاصيل مع يوسف خاي. قتل شخصان وأصيب آخر بجروح بليغة ليلة أمس الاثنين في إفرو شمال غرب فرنسا خلال إطلاق نار لاذ مرتكبوه بالفرار. وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن الشرطة أن ركاب سيارة كانت تطارد أخرى أطلقوا أعيرة نارية، هذه الأخيرة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح بليغة. ويرشح حسب المصدر أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين عصابات لتهريب المخدرات، بينما تم الكشف عن عيار يتوافق مع طلقات كلاشينكوف. وتم إسناد مهمة التحقيق في الملف إلى الإدارة الإقليمية للشرطة القضائية في روان. مقتل 34 شخصا في حدائق الغابات شمال وشرق الجزائر. التفاصيل مع مريم حمداوي. قتل نحو 34 شخصا بينهم 10 جنود في حرائق غابات مهولة تم تسجيلها ليلة الأحد إلى الاثنين في مناطق شمال وشرق الجزائر، وذلك وفقا لوزارة الداخلية الجزائرية. وأوضح بلغ للوزارة الجزائرية أن البلاد سجلت في المجموع 97 حريقاً في 16 ولاية أعنفها اندلعت في بجاية والبويرة وجيجل. ووصلت هذه الحرائق حسب المصدر والتي أججتها رياح قوية إلى مناطق سكنية في الولايات الثلاث، حيث تم إجلاء 1500 شخص مهددين بألسنة النيران. وتم تسجيل أكبر عدد من القتلى في ولاية بجاية، حيث تم تسجيل 19 حالة ووفاة واحدة حسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. وتسجل الجزائر كل سنة حرائق على مستوى الغابات والتي ترجع أسبابها بالأساس إلى التغيرات المناخية. قرص دوري أبطال إفريقيا. الوداد والجيش الملكي يتعرفان على منافسيهما. نترككم مع التفاصيل. أجريت اليوم الثلاثاء بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف قرعة الدورين التمهيديين الأول والثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، والتي أسفرت عن تحديد منافسي ممثلي كرة القدم المغربية في البطولة. وسيواجه فريق الجيش الملكي برسم الدورة 64 من البطولة الدورة التمهيدية الأول نادي أسكو كارا توغولي
ومن المقرر أن تقام منافسات هذا الدور في شهر غشت المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة الفريق العسكري المغربي والنادي الطوغولي، الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي وشباب قسطنطين الجزائري في الدور التمهيدي الثاني الذي ستقام مبارياته أيام 15 و 16 و 17 شتنبر ذهابا و 29 و 30 شتنبر و 1 أكتوبر إيابا. وصلنا إلى نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.